يعني أولا هذا اليوم كانت هناك لقاءات مع السيد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية والسيد نائب رئيس الولايات المتحدة في اجتماعين منفصلين بصورة عامة أبدوا استعدادهم للاهتمام بالملف العراقي بشكل أكبر مما كان عليه الأمر سابقا. نوقشت ثلاث ملفات: ملف التسليح والتدريب ضمن إطار الجانب الأمني، وملف النازحين ضمن إطار الملف الإنساني، واشتمل أيضا هذا الملف على التفكير باستقرار المناطق ما وراء التحذير، وهناك ملف ثالث يتعلق بالمصالحة الوطنية. بصورة عامة فيما يتعلق بالملف الأمني تم الحديث عن ثلاث مجالات يمكن من خلالها استيعاب العشائر وعلى وجه التحديد في الأنبار حتى تشارك في عمليات التحرير. معسكر التقدم الذي تم فتحه مؤخرا، الأبواب مشرعة في سبيل انخراط العشائر أن تكون جزء منه، وكذلك فتح الباب لثلاثة آلاف متطوع يمكن أن يدخل في الجيش العراقي، وسبعة آلاف ونصف متطوع يمكن أن يكون ضمن إطار الشرطة المحلية. وتم الحديث أيضا على أن هناك أعداد كبيرة من العتاد والسلاح الكافية لعملية التجهيز والتدريب وحتى التزويد بالسلاح أثناء القيام بعمليات المعارك. على الجانب الإنساني هم بيّنوا على استعدادهم وباشروا بشكل واضح للحديث مع الأمم المتحدة أن تتولى هذا الدور، وبمساهمة من الولايات المتحدة الأمريكية نصف مليار دولار تم تخصيصها في هذا الجانب لكي تعطي فرصة لعملية إغاثة النازحين، مع التأكيد طبعا أن المناطق التي تم تحريرها يجب أن يكون هناك مساهمة في عودتهم إلى الأماكن التي نزحوا منها. بطبيعة الحال احنا ماضين باتجاه شراكة وانسجام بين الأطراف السياسية وبين القوى، بين الحكومة وبين مجلس النواب وصناع القرار العراقي، باتجاه مبدأ المصالحة الوطنية، في إدراكنا أننا يجب أن نعين أنفسنا أولا، وبعد ذلك من المهم جدا أن نطلب إعانة الدول الصديقة والشقيقة أن يكون لها دور فاعل ومؤثر في الجانب العراقي. من حيث العموم لمسنا مرة أخرى هذا الاهتمام بالملف العراقي، وتطرقنا إلى مقدار الصعوبات اللي تواجه عملية تحرير المناطق وأيضا مساهمة الأهالي وترك الفرصة المناسبة لهم حتى يؤدوا هذا الدور. ضمانات ابتدأت هذا اليوم في عملية تحقيقها من خلال إيجاد قنوات تواصل تم تحديدها وستباشر عملها بشكل فوري لغرض أولا استيعاب المتدربين وإشراكهم في عمليات القتال مع داعش بعد تدريبهم، وكذلك إغاثة النازحين. هذا الأمر يحتاج إلى جهد وطني أولا، وأيضا التواصل مع الأطراف الداعمة. اللقاء الأول مع نائب الرئيس استغرق ساعتين، الثاني أيضا كان فيه الرئيس أوباما استغرق ما يقارب الساعة ثم غادر، وبعد ذلك بقي السيد نائب الرئيس يكمل اللقاء واستغرق ما وراء ذلك ساعة أخرى. احنا أيضا تحدثنا بطبيعة الحال عن عملية التسليح بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية، مع وجود ضمانات تؤكد أن السلاح يمكن أن يصل إلى العشائر ويصل إلى المقاتلين خارج إطار القوات المسلحة. بطبيعة الحال هو اللقاءات اشتملت على نوعين، ضمن الإدارة كان هناك لقاء مع الخارجية، واليوم سيكون لنا لقاء مع وزير الدفاع بشكل واضح، ضمن إطار الكونغرس مع شخصيات من كلا الحزبين ورؤساء اللجان ومع رؤساء الأحزاب، وجهات نظر متعددة. نحن لسنا طرف من الصراع الداخلي بقدر ما نريد أن نستحصل على مقدار تعاطف الولايات المتحدة الأمريكية ضمن إطار المصلحة الوطنية والجامعة التي نستفيد منها.